بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بعثه الله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأرشد السبل، أرسله الله إلى الجنة داعيا وللإيمان مناديا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فعلم الله به من الجهالة وهدى به من الضلالة وأعز به بعد ذلة وكثر به بعد قلة، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وعبد الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لا شك أن كل واحد في هذه الدنيا يبحث عن السعادة ويريد أن يعرف طريق السعادة ويريد أن يكون سعيدا بمعنى كلمة سعادة، ولكن كيف يتصور الإنسان أسلوب أو سبيل السعادة؟ يعني أريد مثلا على سبيل المثال أن نقوم بعملية استقصاء أو استبيان، ونمسك مثلا نمشي في الشوارع ونسأل الناس إيه مفهومك للسعادة؟ يعني كيف تصبح سعيدا؟ حتى الإجابات شتى. نقول والله بس اديني 100,000 جنيه وأنا أبقى سعيد. واحد يقول والله بس تجيب لي، يعني نفسي أتجوز، نفسي في الشقة، عايز أعيش كويس، عايز أعيش مستور، والله بس أنام مرتاح، والله أشعر بالطمأنينة. واحد تاني والله أنا نفسي أشعر بأن الحمد لله ربنا كرمني في أولادي في صحتي. وهكذا كل إنسان له تصور خاص به بناء على ما ينضح به من ثقافة. فكيف تكون السعادة؟ تعالوا معي إلى كتاب الله عز وجل وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لنرى كيف تبدأ السعادة وكيف تنتهي وكيف طريق السعادة. النهاية في السعادة في سورة هود، قال تعالى عن يوم الآخرة: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. دي الخلاصة ودي النهاية ودي الحقيقة. فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا، وشوف جاية في سورة الماضي، خلي بالك، وأما عين لسه الكلام جاي، بس عشان نعرف أن دي الحقيقة، زي ما ربنا لأتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أنه لسه ما جايش. لما يأتي في هذه الصيغة معناه لابد أن يأتي متحقق إتيانه. وأما الذين سعدوا، عشان نخلص، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، اسمع بقى، عطاء غير مجذوذ. دي نهاية المطاف، والتي ينبغي أن ينظر إليها
ويكون هو الهدف الذي أريد أن أصل إليه. والبداية في حديث عبد الله بن مسعود حيث قال رضي الله عنه: حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، يعني الملك الموكل بالأرحام، فيؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب عمره وعمله ورزقه وشقي هو أم سعيد. يبقى دي البداية، وأنت في بطن أمك وبينفخ فيك في الروح مكتوب، والمشوار من أول ما اتولدت لغاية وأما الذين سعدوا خلاصته قول الله تعالى في سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. واضح: وهديناه النجدين، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذه الآية اللي تاخد الطريق من أول ما تتولد أو من أول ما تكلف لغاية ما تدخل القبر. فمن اتبع هداية، ده الخلاصة، فلا يضل ولا يشقى. لا يضل فهو مهتد عنده رؤية صحيحة، ولا يشقى يعرف الطريق، عنده وضوح في التصور ووضوح في الحركة، عنده وضوح في المعرفة ووضوح في التطبيق، العلم والعمل ماشيين مع بعض. كما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. اول حاجة تشوف صح، تهتدي، بعد ما تهتدي تقفش، تسلك الطريق، صراط الذين انعمت عليهم. لو اصبحت المنعم عليهم انتهى. من هم المنعم عليهم؟ هم 4 اصناف يعني: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. في احلى من كده ايه؟ ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. هذا هو الفضل العظيم، ان تهتدي الى صراط الله المستقيم، وان تكون من الذين انعم الله عليهم في ان تسير طريقهم. فمن اتبع هداي فلا يضل، خلاص اهتدى، اهدنا الصراط المستقيم، ولا يشقى، منعم عليه، صراط الذين انعمت عليهم. عكس هؤلاء الذين قالوا فيهم ان المجرمين في ضلال وسعر. ضلال عكس الهدايه، وسعر عكس ايه؟ السعاده، شقاء بعيد عنك. المؤمن الموحد قال الله فيه: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. نفس القضية، الأمن، النعمة، السعادة، وهم مهتدون. قضية واضحة جدا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه راحة، طمأنينة القلب وراحة النفس. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. هذه السعادة، نفس مطمئنة، قلوب مطمئنة. بالعكس: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. عايش في تعاسة، وكمان مش شايف صح، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون، شوفوا المصيبة، ويحسبون أنهم مهتدون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. العكس: ومن أعرض عن ذكر، عن ذكر، سواء المصدر يعني عن ذكره وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، وكما قالت تعالى: إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. أو عن ذكر يعني عن أن يذكرني، يعني أن يطبق، يعني سواء كان المنهج أو تطبيق المنهج. شوف، خلي بالك: فإن له معيشة ضنكة في مقابل إيه؟ ولا يشقى. ونحشره يوم القيامة أعمى في مقابل ماذا؟ فلا يضل. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن خلاصة الطريق، البداية مكتوب، حركتك النهاية. فمن
اتبع هداي. واتباع الهدى يا اخواننا كما ذكرت لكم خلاصته امرين: تصديق والتزام. تصديق الخبر والالتزام بالامر. تصديق الخبر بيكمل لابد ان نجتهد في دفع اي شبهة تمنع من كمال هذا التصديق. والالتزام بالامر ليكمل ويكتمل لابد ان ندفع اي شهوة تمنع من كمال هذا الالتزام. يبقى الخلاصة تصديق والتزام. التصديق هو اليقين والالتزام هو الصبر. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام. ما ينفعش ناخد نص وسيب نص. ما ينفعش نتكلم في الثقافة والفكر والايديولوجيات ونسيب التطبيقات ونقول لك دي حطها على جنب. انت مالكش دعوة، انت الاسلام في الجامع، اطلع من الجامع مالكش دعوة. الدين لله الوطن للجميع يا عم. دعم لله لله وما لقيصر لقيصر. لا يا حبيبي، الثقافة دي ثقافة عفنة وثقافة لا تقابل ولا توافق ثقافة المسلم. ثقافة المسلم بل لله الامر جميعا. ألا له الخلق والامر. تبارك الله رب العالمين. هو ربنا في الخلق وربنا في الامر. ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله. النتيجه فاعبده وتوكل عليه وما الله بغافل عما تعملون. في حساب. وبعد ما تعرف له الامر اشتغل في العباده. بيرزقك تعبده. وابراهيم اذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. فابتغوا عند الله الرزق بعدها واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض. تبع ذلك ايه بعد توحيد الربوبيه؟ خش على الالوهية. لا اله الا هو فانى تؤفكون. هو ده الفرق. ان احنا بنقول لا اله الا الله، ما بنقولش لا اله نقف. لابد يكون الامر واضح لدى المؤمن كما قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. شوف العتاب: وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله. ادي المنهج. وفيكم رسوله. ادي المثل. ادي المثل. ادي الفكر وادي التطبيق زي ما بيقولوا. ادي المعرفة وادي المهارة. نولج وسكيلز زي ما بيقولوا. اشمعنى دي؟ لا، في الاسلام كل حاجة عندكم ماشية. ونيجي عند الاسلام اقف. ليه بتقف؟ كلكم بتتكلموا في النظرية والتطبيق. ما فيش حد بيتعلم جراحة يدخل غير لما يخش مشرحة ويتعلم مع الاناتومي، لازم يتعلم معاها. ما حدش يشتغل في الهندسة ولا في الميكانيكا كده ولا في ادارة المشروعات وبياخد حاجات نظريه وما بيطبقش. ده حتى الفلسفات. جان بول سارتر عمل الوجوديه ما قالوش في وجوديه الا لما دخل عليه برتراند راسل والتاني انيس منصور والناس مفكرين اقتنعوا الفكره. ماركس قال الماركسيه، انا بتكلم عن الماركسيه العلميه ماليش دعوه بقضيه الالحاد، خلينا منصفين، بيتكلم عن قضيه اقتصاديه. وكان له دور في الموضوع ده بصرف النظر عن اختلافات. لكن مين اللي عمل ماركس وطلعه فوق؟ لينين. لينين طبق. لما طبق قالوا لينين ابرز الماركسيه. نيجي بقى عند النبي عليه الصلاه والسلام، لا، اللي هو اعظم انسان في الوجود. هما مين اعظم عظماء البشر؟ من عقيدتك انت لما تيجي تسال واحد نقول لك التوب 10 القمه العشره. يقول لك التوب 10 في الكوره، التوب 10 في المغزى في الفيديو، التوب 10 في العشر في الاغاني. طب مين التوب 10 عندك انت يا مسلم؟ مين التوب 5؟ لازم انا اكون عقيدتي واضحه جدا ان اعظم عظماء البشر خمسه دول. اللي هم مين؟ فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. دول قمه القمم في العالم كله من اول ادم لغايه ما يرث الارض ومن عليها. اولهم سيدنا محمد، بعدهم سيدنا ابراهيم، بعدهم سيدنا موسى، وبعدين عيسى ونوح. دول الخمسه. اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى.
اللي لنا مرجعية ولنا قادة ولنا قدوة ولنا منهج، لابد يكون هذا المنهج واضح، لان ده هو طريق السعادة. تعال شوف كيف يسعد الانسان اما تقرأ مثلا في قوله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزيادة. شوف الخلاصة، للذين احسنوا الحسنى الجنة وزيادة. ما هي؟ تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد أن يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكم، فيقولون وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يجرنا من النار؟ قال فيكشف الله عز وجل، فيكشف أو فيكشف لهم الحجاب، فوالله ما رأوا وما أعطوا عطاء خيرا ولا أفضل من النظر إلى وجه الله الكريم. اهدي قمة السعادة. نسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجه الكريم. اسمع الفرق الكبير لما ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اسمع، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. يعني الأصعب من الجحيم، والله أصعب، أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كما أن رؤية الله عز وجل ونور وجه الكريم أعلى من الجنة، الحجاب عن الله أصعب من النار، أشد من عذاب النار. وده الناتج لما ربنا حجبهم عنه حجبهم عن الجنة. اسمع شوف الفرق، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار في نعيم، هي دي السعادة، على الأرائك ينظرون. وشوف ماذا بعد ينظرون، الله أكبر، تعرف في وجوههم ماذا؟ نظرة النعيم، كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هي دي قمة السعادة. تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسخون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا هو التنافس، وهذا هو محل التنافس، أن تبحث عن أن تصل إلى هذه القمة من السعادة. في هذه الحالة سوف تنشط الأمة، ونحن بين يدي رمضان أحببت أن أقدم لكم لكي تنهلوا من ذكر الله عز وجل ومن شكره، وأن تنهلوا من كتابه، وأن تعيشوا هذه المعاني الجميلة، وأن تبحثوا عن هذه القيمة الحقيقية التي يمكن من خلالها أن يسعد الفرد وأن تسعد الجماعة وأن يسعد المجتمع كله وأن نسعد الآخرين. انظر إلى من هو أحد الناس إلى الله عز وجل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إلى الله؟ مش اللي بيحب ربنا، واللي ربنا بيحبه ده أحب واحد لربنا. ده الواحد يقول لي عم الشيخ بس قول لي دي كفاية، كفاية خطبة، قول لي ليه أنا مستني. من أحب الناس إلى الله تعالى؟ قال عليه الصلاة والسلام انتبهوا يا أخواننا، لأن ده امتحان لنا، امتحان لنا كلنا. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. ما فرعون مصلح، هو اللي معاه، كل دول مصلحين، وما ركب عليتك ما قال كده. وقال فرعون ذروني أقتل موسى ولادوا ربه. ليه فرعون؟ إني أخاف أن يبدل دينكم، حيرجعوا الحجاب وحيرجعوا الدين وحيمنعوا مش عارف ايه. الحق والحاجات بقى لنا 40 سنه شغالين في الدعوه ما سمعناش عن واحده ضربت بالقلم ولا واحده شدت مش عارف مين. في 5-6 ايام الدنيا كلها اتقلبت، وبقى كل المسلمين بقوا قتله وبقوا ناس بيتعاملوا بعنف وبقى مش عارف ايه وايه. مره واحده كده في 5-6 ايام كل الناس الطيبين اللي كانوا شغالين في الدعوة وشغالين في الحركة وشغالين في كده وبهدوء
مرة واحدة اتقلبوا بقى عبارة عن عفاريت وشياطين وقاتلة وناس معهم آلات مش عارف ايه يا اخوانا اتقوا الله. ونفس القضية ذروني اقتل موسى، ليه يا موسى وليدعو رب ايه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يغير في الارض الفساد. ومن الناس من يقولوا امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. 60 سنة بيفسدوا في الارض وست ايام عمالين يحاسبوا على 60 سنة وعمالين كل البلاء اللي جات في 60 سنة انت السبب. واحد يعمل مشكله من انت السبب يا عم مرسي. واحد وقع في الدامع مع واحدة يا عم ما البلاوي موجودة في كل حتة والبلاوي متنطلة هو ذنبه ايه في اللي بيحصل دلوقتي في البلد؟ تيجي تقول له بحاسبك اهو ما تسيبه ياخد بالك 6 ايام سيبه 60 يوم. المهم وقال الملأ من قوم فرعون اعتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وان فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه لسه مش شايفين اللي شافوا سيدنا موسى استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. كلام انبياء التانيين لسه ما ارتسختش فيهم. قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا. شوف الحلاوة. قال عسى ربكم عدوا معايا 3 أن يهلك عدوكم وقد أهلكه والحمد لله ويستخلفكم في الأرض وقد استخلف الله عز وجل في الأرض. بس الثالثة علينا احنا بقى فينظر كيف تعملون. هو ده الامتحان. حطها دي اعملها كده فينظر كيف تعملون اكتبها واعملها على الديسك توب بتاعتك اعملها على الول بيبر اعملها كده فينظر كيف تعملون. كل واحد يسأل نفسه مش في كل اسبوع ولا كل يوم كل لحظة فينظر كيف تعملون. هو ده التحدي بالذات لمن يرفع راية الاسلام. احنا ايه مهمتنا؟ احنا عمالين بس نتكلم نظام زي ما يقولوا حكاوي اهاوي. خلاص حكاوي الاهاوي والافكار بلاش. انا عايز احنا كلنا عايزين نتحرك بالبلد عايزين نحط فينظر كيف تعملون لان ده الامتحان اللي ربنا بيختبرنا بيه. لابد ان جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عاملا. هو ده الابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عاملا. دور مش دور على العمل بس دور على احسن العمل ونبحث كيف نثبت للعالم ان هذه الامة العظيمة يعني استعصت على كل الاعداء احتلونا 300 سنة الروافض القرامطة ارذل عباد الله اللي كان بيقلوا الحكم بتوعهم الحاكم بامر الله ده الدولة بسوء العبيدية والفاطمية والسيدة فاطمة منهم براء ومؤسسة اصله يهودي يقول لك انا من نسل سيدنا علي. كان لما يجيبوا سيرته على المنبر الحاكم بأمر الله اللي في الجامع يسجد واللي ماشي في الشارع حتى ما كانش بيصلي يسجد في الشارع وما قدروش يشيعوا مصر. حكمونا الانجليز من 1882 لغايه 1950 ما عرفوش يعوجوا لساننا. روح شمال افريقيا اي واحد تونسي ولا مغربي ولا جزائري 3 4 جمل ما يعرفش يقول فيهم جمله عربي. احنا لا احنا غريبه احنا ميزه رمال متحركه. الشيوعية بهدلوا جنوب اليمن وبهدلوا سوريا وبهدلوا العراق والبعث وبتاع عملوا لنا الحزب هنا وعملنا الطلائع وعملنا مش عارف المواجه السياسي واشتغلنا وخدنا محاضرات ومش عارف اللجنة المركزية والاتحاد الاشتراكي واشتغلنا والمهلبية ولينين وبتاع وفي الاخر عملنا صفت على ما فيش. ما يعرفوش يلعبوا في مخ الشعب المصري.
بيحاولوا بيموتوا نفسهم مش هيعملوا حاجة. ده شعب أصيل عارف يطلع ويجيله صلاح الدين ياخده جند الله ويحرك بيت المقدس، يطلع منهم دي القطز يطلع يقضي على التتار ويحمي العالم كله. وأول من حماهم أوروبا من جحافل التتار، وإلا كان هتتمسح أوروبا كلها بعد العالم الإسلامي. إحنا سبب إنقاذ العالم من الوحش اللي عاشوا فيه. مصطفى كامل كان كتب كتاب اسمه مسألة الشرقية أو مسألة الشرق، وحذر من انهيار الخلافة العثمانية اللي كانت قائمة، إن أول من يصطلي بنهيار الخلافة الغرب للشرق. انهارت الخلافة من هنا، قامت الحرب العالمية الأولى في أوائل القرن العشرين 1914، جت الحرب العالمية الثانية في 1938-39-40. كم واحد مات فيها؟ 50 مليون. مين السبب الكلام ده؟ الإسلام؟ مش الإسلام. بنتكلم مع واحد في الكونغو كنشاسا بندعو للإسلام، كان في حوالي 50 واحد حاضر، ففضل الله بعد ساعة بالترجمة دخل في الإسلام 8. معي واحد يسألني من الولاد كلهم طلبة جامعة هندسة والطب والإدارة، فبيقول لي أنا كلام مقنع بس أنا شايف معلومات على الإسلام غير كده، الإسلام دين إرهاب ودين قتل ودين كذا. سألت قلت له يا ابني هسألك 5-6 أسئلة، احنا قبل ما نسأل احنا الإسلام قلبه وقلوب الدعاء فيها مفتوحة وعقوله مفتوحة. We are open minded and open heart. اسأل زي ما انت عايز، احنا ما عندناش مشاكل، بالعكس الإسلام بينمو في جو الحرية، ما عندناش أي مشاكل، نستطيع أن نجيب على أي سؤال بفضل الله وحده. مش عارف الإجابة أقول لك مش عارف وهجيب لك الإجابة. فسألته قلت له عارف هيروشيما وناجازاكي؟ قال لي اه. قلت له ألقيت عليهم قنبلتين وراح فيها فوق من 250,000 غير عشرات ومئات الالاف اللي لغايه النهارده بيعانوا من اشعه جاما والفا وبيتا والكلام ده اللي انت تعرفوه. مين اللي القى القنابل دي للمسلمين؟ قال لي لا. قلت له مين؟ قال لي الامريكان. قلت له مين اللي قتل 1,000,000 في فيتنام؟ قال لي الامريكان. قلت له مين اللي قتل 1,000,000 في الجزائر؟ الجزائريين قتلوا نفسهم ولا مين اللي قتلهم؟ قال لي الفرنساويين. قلت له عندك فكره عن التطهير العرقي اللي حصل في الامريكتين؟ قال لي ما عنديش. قلت له انا مش ترى كلامي، اقرا كلام روجيه جارودي في كتاب كيف نصنع المستقبل وشوف بيتكلم عن اباده بشريه ما حصلتش في تاريخ العالم من الانجلو ساكسون. قتلوا كام يا ابني؟ قال لي ما اعرفش. قلت له الرقم المتواضع 57 مليون بني ادم على مدى السنين. قلت له تعرف موضوع الافارقه وتعرف موضوع العبيد وموضوع المراكب اللي كانوا بياخدوهم زي القرود وحطوهم في افحص؟ مين اللي نقلكم بعشرات الملايين وكان بيميت منكم 70-80% في الطريق؟ اللي عمل بيكم في مين؟ مين اللي نزف ثروات افريقيا؟ افريقيا دي اغنى قارات العالم وشعوبها افقر شعوب العالم. قال لي مش انتم اللي عملوا كده؟ الجماعه اللي هم بتوع البرتغال والاسبان. قلت له طب وماذا تريد؟ قال لا اريد شيئا، اريد ان اعلن اسلامي. فاسلم ان لا اعلن ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله. وجي معاه 4 بقوا 12 وقبلها بممكن 18 بقوا 30 وقبل كده 30 بقوا 60 والولاد جم عندنا مصر هنا وقرروا واقسموا الا يعودوا الى بلادهم الا بعد ان يحولوا الكونغو كنشاسا الى الاسلام. ناس عندها روح. الاسلام يا اخوانا اسلام عظيم. احنا لابد نفخر بهذا ولابد ان نعتزم بهذا ونفتخر بهذا. يقول نسب الاسلام لا نسب لي سواه اذا ما افتخروا بقيس او تميم. وقل كما قال عبد الله بن رواحه وفي هذه الايام بالذات نعلنها صريحه ان بلدنا اسلاميه ولن نرضى بغير ذلك. يا اخي اليونان ايطاليا امريكا حاجه غريبه. اسالونا امريكا فيها 10 مليون مسلم، لو هم 240 مليون يبقى 10 على 240 يعني كام يا اخوانا؟ 1.4 يعني كام تقريبا؟ مين يديني النسبه؟ مش هتعمل 4% حتى؟ تعمل 4 وشويه. لو 24 في 4 ب 96 يعني 4 وسنه. هم هنا 4%. محدش عارف امريكا لازم انها يبقى مسلم. بقى لهم 150 سنه ما حكمتهمش امراه. امريكا دي
اما بيعملوا انا عايز اقول لك معلومه غريبه، من 150 سنه لغايه النهارده في امريكا لما الحزب الجمهوري يكسب مفيش وزير مفيش سفير مفيش واحد مسؤول من الحزب الديمقراطي ولا في الحكومه ولا حد. جه من 3 4 شهور اول مره في تاريخ امريكا 150 سنه اتعين السفير الصيني من الحزب الجمهوري والحاكم دلوقتي الحزب الديمقراطي. قال لك دي فارقة في التاريخ وتغيير في ديمقراطية امريكا ان الحزب الديمقراطي يسمح بواحد. يقول لك لا هنا وازاي وعايزين يلعبوا حزب وطني ولابد من التوافق الوطني ولا لدكتورية الاغلبية مهلبية وملوخية. كله بيفتي كله بيتكلم زي ما عايز. ليه الاسلام كوخة؟ ليه؟ ما العالم كله بيقول كده. لما واحد بينجح هو اللي من حقه عشان يثبت نجاحه ان هو يكلف وان هو يشتغل عشان ما ينجح نقول والله يستحق ان احنا نأيله. ما لم ينجح نقول والله اركن على جنب ونشوف غيرك. لكن شغل الرتكة دي وشغل الاسلوب العجيب في حرق الرموز ومحاولة الفوكس الضغط على كل حاجة تمثل الاسلام ومحاولة افشال التجربة وراها علامات الشام كتيرة. نسأل الله عز وجل ان يهدي اقوامنا ونسأل الله عز وجل ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. اقول هذا القول واستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثات وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وما قل وكفى خير مما كثر والهى وانما توعدون لات وما انتم بمعجزين. وبعد ايها الاخوه الاحبه، يقول الحكيم الشاعر: ولست ارى السعاده جمع مال ولكن التقي هو السعيد. واسمع الى قول الله تعالى: ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والى قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. والى قوله تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. والى قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. يا من تريد ان ييسرك الله الامر ويعظم لك الاجر ويكفر عنك السيئات ويجعل لك مخرج من كل ضيق يجعل من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. يا من تريد ذلك هذا هو الطريق هذا هو الطريق. وتذكر هذه الابيات الشعر يعني كما يعني تضعها في سويداء قلبك في عقلك. ولدتك امك يا ابن ادم باكية والناس حولك يضحكون سرورا. سبحان الله، شك حاجة تناقض عجيب. انت الوحيد اللي بتبكي وكلهم بيضحكوا فرحانين ان انت جيت على ايه؟ على وش العالم. ولو ما بكتش هتموت. سبحان الله، لو انت ما بكتش الدكتور يمسكك كده من رجليك من فوق ويهزك لغايه ما تعيط، لان لو ما عيطتش الجهاز التنفس مش شغال هتموت. كل الناس همها انك تعيط حتى ولو بالعافيه هتعيط. انا هتعيط. الذكاء عندك انك تحافظ على هذه المعادله، انك لما تموت هم يعيطوا بس انت حافظ على ايه؟ انك انك ايه؟ ها؟ تضحك. هي دي. اسمع وتدبر هذا وشوف آية من آيات الله: أم لم ينبأ بما في صحف موسى. وشوف القواعد العظيمة في الإسلام. وإبراهيم الذي وفى، مش احنا بس، مش القرآن ده، في صحف إبراهيم وصحف موسى. ألا تزر وازرة وزر أخرى. ما تجيش تمسك واحد غلطان، الحق السلفيين بيعملوا، الحق الاخوان بيعملوا. الله، طب ما الفاتيكان عنده 5000 قسيس كلهم عندهم شذوذ جنسي واغتصبوا الاطفال. حد قال الحق؟ الحق البابوات والقساوسه كلهم بتوع كذا. ده من حقنا نقول كده اكتر، ما زلت مش بنقول، لان احنا منصفين. واحد بيغلط يغلط. يا اخي دايما الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه، جه واحد قال للنبي: انا اصبت من امرأة القبلة
فاكر انه قام عليه الحد، يجري النبي كده النبي يعمل كده، يجري النبي كده يعمل كده، سابوا النبي لغاية ما نزل قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فرح الصحابي افتكر انها جايه له خاصه، قال للنبي يسال هل هي خاصه؟ قال لا، بل للناس عامه او للمسلمين عامه او للامه عامه، او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد جاي للنبي صحابي، صحابي شاب، وقدام الصحابه كده يقول له ايه ذلي في الزنا، حرام نجيب بقى الفيسبوك والاعلام، شوفوا الولا عيال، شوف كده، والرسول الناس عايزه تحم الصحابه بيه، الرسول كده شوف شوف النبي خير معلم عليه الصلاه والسلام. تخيل بقى لو حصل، وتشوف بقى ولو كان في الايام دي كان في الميديا موجوده، اتفرج على الفضيحه. الاسلام بيستر يا اخواننا، الاسلام مش بيفضح. الاسلام لو انت البيت مقفول عليك وبتشرب خمره محدش يجي يخبط عليك البيت، حتى لو سمع الكسر ما ينفعش حد يبص عليك من الباب، لكن طلعت بره الشارع متطوع سكران يمسكك، لكن انت جوه خلاص حدش يقرب لك. سيدنا علي كان ماسك الافتاء في المدينه، كان ماسك قاضي المدينه ايام ولايه مين؟ اماره سيدنا عمر. سلام بقول له انا لو شفت حد مع حد ومتاكد وجيت اشهد. قال له ايه سيدنا علي؟ قال له لو ما جبتش اربع شهود حقيم عليك الحد. قلت سيدنا عمر عمره هيكذب، لكن ده مبدا، لكن عمال نطرطط وعمال نطرطش في الكلام عمال على بطال عشان بس الاسلام نبعده عن الطريق. لا، ما كله ابن ادم خطاء يا اخي، وايام الصحابه وحصل وحصل وحصل، لكن المجتمع كله مجتمع متراسم متماسك، والدعوه الى الفضيله موجوده، والدعوه للستر موجوده، مفيش نشر مفيش فضيحه، لكن احنا نمسك حته حته كل حاجه عايزين نفضح. يعني هو ده الهم اللي شغلك والدنيا كلها، والمسخره اللي موجوده في الافلام والفيديو كليب والدوشه والدعاره رسمي في افلامكم كلها دي، لا واحد يغلط من 10 15 مليون واحد يبقى هو ده، امسك الحق عم الشيخ، هو ده الانصاف؟ ما تمسك يا اخي العيات وشوف الانصاف الحقيقي في القران. ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازره وزر اخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه سبحانك يا رب هو أضحك وأبكى أضحك وأبكى. هي دي القضية يا إخوان، فاعمل لنفسك أن تكون إذا باكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. قال تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. شوف حبيبي، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. هي دي الخلاصة وهي دي القمة في السعادة، انك لما تموت تضحك، الناس تعرف كويس جدا، اللي بتشوف سكرات الموت ويدخل على الرجل الصالح ولو كان ايه قبل، والله قبل ما يطلع كان في العناية مركزة وكان وشه ازرق، اتفرج عليه بعد ما يموت واتفرج على الوش الابيض المشرب بالحمرة كده والابتسامة على وجه هذا الرجل الصالح او المرأة الصالح، وياما شفنا علامات هذا على الصالحين بفضل الله رب العالمين. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، والعكس ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالخاتمة السعيدة يا رب العالمين، وأن يجعلنا سعداء الدنيا والآخرة. اللهم أسعدنا يا رب بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم استرنا بسترك الجميل،
اللهم أقم لهذه الأمة أمر رشد، أبرم لها أمر رشد، يعز فيها أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله أول وآخر ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله أول وآخر ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، واحفظ مصر يا رب العالمين من كيد الكائدين ومن المنافقين المغرضين. اللهم يا ربي ثبت أقدام المؤمنين في هذا البلد، ووفق كلنا يا اخوانا الآن علينا واجب، واجب شرعي. لو انت عندك دعوة مستجابة لأبيك لأمك لأخيك لأختك لنفسك، بدي ولي الأمر اللي بحيان نقول عليه ولي أمر رئيس، نقول يا رب ثبته ووفقه يا رب العالمين. اللهم ثبته وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على أمر ديني ودنياه، والتي ترفع من شأن هذه الأمة يا رب العالمين. ووصية يا أخوانا بالذات مع رمضان وفي قيام الليل، اكتالوا في الدعاء لهذا الرجل، لأنه أصبح الآن نحن مسؤولون على أن نهتم بأن يكون ممن ولاهم الله عز وجل أمرنا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه إلى إقامة شرع الله عز وجل، وإلى أن يعلي به شأن الإسلام والمسلمين رب العالمين، وأن يعليه الله عز وجل بالإسلام والمسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير. اللهم وفقنا يا رب العالمين، وسدد خطانا أجمعين، وألهمنا رشدنا، ويسر أمورنا، واقض حوائجنا، واستر عيوبنا، واشرح صدورنا، ونور قلوبنا يا رب العالمين، ووسع من أرزاقنا، وفرج كرباتنا يا رب العالمين، واشف مرضانا مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم عليك بطاغية الشام يا رب العالمين، اللهم خذ واخذ عزيز مقتدر. اللهم لا تبلغه رمضان، اللهم لا تبلغه رمضان، اللهم لا تبلغه رمضان. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بطاغية سوريا وزبانيتي يا رب العالمين. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم صوت عذاب، اللهم صب عليهم صوت عذاب، اللهم صب عليهم صوت عذاب. اللهم إنا نسألك من الخير يا رب العالمين، ووفقنا إلى كل خير يا رب العالمين، واختم لنا بالإسلام، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مخزولين. عباد الله، إن الله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وسمى فيه بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقم الصلاة.